السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الديسير اللي كنت حضرت في مائده الغداء اللي كنت وعدتكم بانني غنشاركو معكم. غادي نشارك معكم فلون كراميل بالحليب واللوز مع لا كريم فريش او القشده الطريه. كيجي غزال بزاف في المذاق ديالو، كيجي معلق باللوز من الداخل. وكذلك غادي نشارك معكم مراحل تحضير هكا بلاطو مزيين بالفواكه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واكيد غنشارك معكم جميع المراحل بلا ما نطول عليكم. دوزو نشوفوا المكونات، طريقه التحضير فرجه ممتعه. بالنسبه لمكونات الفلون، كنحتاج كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام باش غادي نحضروا الكراميل. عندي الفانيليا السائله، الا ما كانش متوفره ديروا ساشي واحد ديال السكر الفاني. عندي نصف ليطر ديال الحليب بارد، نصف ليطر ديال لا كريم فريش او القشده الطريه حلوه. عندي جوج ديال الاكياس ديال الفلون بالنكهه الفاني موازن 2 غرام ونص كل واحد، يعني في المجموع عندي 5 غرام. عندي كاس ديال اللوز مطحون ما محمرش. هنا بالنسبه للوز كيبقى على حسب المتوفر عندكم، ممكن ديروا جوج معالق نص كاس كاس على حسب. وعندي هنايا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده اللي غندير الخليط. الا كان عندكم فلون اللي هو حلو غادي تزولوا السكر سنيده، كان عندكم فلو هكا مسوس غادي ديروا جوج معالق. كذلك الا كانت عندكم لا كريم حلوه بزاف ممكن تفادوا هذيك جوج معالق ديال السكر. بالنسبه للطريقه، قد هنايا مقله ولا كاسرونه وكندير فيها هذاك الكاس ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام، وكندير المقله ديالي فوق عافيه اللي كتكون مهيله مهيله بزاف، كناكد عليها ما تكونش مجهده وكنخليه حتى كيذوب. يعني بالنسبه للعافيه ما تجهدوهاش باش ما يتحرقش ليكم الكراميل ويعطيكم مروره في المذاق ديالو. كنستمر هكا حتى كيذوب ليا في الاول السكر بدون تحريك. ملي كنشوفو داب عاد كنحركو بمعلقه ديال الخشب وكنخليها هكا حتى كيستمر يذوب مزيان. غير تشوفوا انه داب السكر وكتحصلوا هكا على لون اللي كيكون شويه بني فاتح ما يكونش غامق. الا خليتوه حتى غمق بزاف راه غيعطيكم المذاق ديال المروره في الكراميل. غير كنشوفوا هكا بني فاتح والسكر عندي دايب 100%، كنطفي عليه العافيه كيكون عندي الكراميل جاهز. صافي هنايا يعني بعد ما داب غادي نطفي عليه العافيه، كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو القوام ديالو. صافي هنايا يعني بعد ما طفيت على الكراميل كيكون على هذا الشكل، يعني ما تخليوش يغمق لكم بزاف. هنا خديت مول دائري مثقوب، يعني مول عائلي، كنفرغ فيه هذا الكراميل كامل هكا كندورو على المول. وحاولوا ديروا الكراميل في المول ديالكم وهو سخون، ما تخليوش حتى يجمد لكم، الا مشى جمد راه ما يصلحش لانكم تخدموا به. صافي انا كنحاول كنقادو مزيان باش يجي هكا مستوي ومقاد، ممكن تدوزوه مزيان على الجوانب ديال المول. وبالنسبه للمول كيبقى لكم نتوما الاختيار كيفاش باغيين تقدموا هذا الفلون كراميل، كيبقى لكم نتوما على حسب الشكل اللي بغيتو. صافي هنايا يعني بعد ما قديت الكراميل على المول كنخليه جنب وكنخليه حتى كتقصح مزيان هاد الطبقه ديال الكراميل، عاد لي كنفرغ فوق منها الخليط ديال الفلون. دابا غادي ندوزو نحضروا المكونات ديال الفلون بما يوجد لينا الكراميل. كناخذ اول حاجه ساشيات بجوج ديال الفلون بالنكهه ديال الفاني، ضروري تكون النكهه ديال الفاني ما ديروش شي نكهه وحده اخرى. كنديرهم هكا في هاد الزليفه هادي، كنضيف عليهم شويه ديال الحليب ماشي بزاف غير فاش يذوب الفلون مع الحليب باش ملي نضيفوه للخليط ديالنا ما يتكورش ويبقى هكاك حبيبات. صافي غادي نحركو هكا مزيان بمعلقه حتى يذوب ليا، وكنفرغوه في كاسرونه. كنضيف عليه الحليب اللي بقى ليا من نصف لتر، كنضيف جوج معالق ديال السكر سنيده لان عندي الفلون مسوسي كيف ما سبقو ذكرت لكم. الا كان الفلون حلو زولوا السكر. كنضيف الفانيليا سائله ما كانش متوفره غديروا جوج ساشيات ديال السكر الفاني ولا ساشيه وحده اللي بغيتو. وكنخلي الكاسرونه عندي هكا جنب، وكنحتاج الميزان باش غادي نعبر لا كريم. كنوضع فوق منها البول فاش غادي نعبر. صافي انا غادي نعبر 500 مليلتر يعني نصف لتر ديال لا كريم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا وزنت 500 مليلتر. كنرجع للخليط اللي عندي في الكاسرونه، كنعاود نضيف عليه الكميه كامله ديال لا كريم، وكنخلط الكل بالضراب اليدوي ماشي الكهربائي، غير هكا بالضراب اليدوي ولا شي فورشيط حتى كيندمجوا المكونات كامله مع بعضياتهم. في الاخير كنضيف الكاس ديال اللوز اللي طحنته مزيان، كنضيفو هكا وكنحرك مره اخرى بالضراب اليدوي حتى كيندمج اللوز مع الخليط ديال الكريم والحليب. من بعد كناخذو وكنديرو فوق عافيه كتكون شويه متوسطه ما تكونش مجهده، وكنستمر في التحريك كيف ما كتشوفوا معايا بالضراب اليدوي حتى كيغلي هذا الحليب هذا او هذه المكونات كامله. يعني بحال غادي نغليو الحليب عادي، يعني يجيب هكا الغليه عاد اللي كنطفيو عليه العافيه.
وضروري ما تستمروا بالتحريك هكا بالضراب اليدوي حتى كيغلي، ما تزولوش نهائيا يديكم عليه، لان اللوز غادي يهبط لتحت ديال الكاسونه وغادي تحرق ويعطيكم المروره في الخليط. من بعد ما غلى ليا الخليط كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو القوام ديالو، وما حدو سخون كنرجع للمول اللي درت فيه الكراميل، راه كيكون هكا قاصح كيرجع بحال الحجره، كنفرغ فيه هذا الخليط هذا وهو سخون، ما تخليهوش يبرد، وكنخليه هكا فوق سطح العمل حتى ما كيبقاش فيه نهائيا البخار، عاد اللي كندخلو للثلاجة وكنخليه كيبرد مزيان وكيقصح، يعني كيرجعلنا بحال شكل فلو عادي. صافي من بعد ما برد ليا مزيان الفلو نقبت راسو مزيان، كناخد طبسيل ديال التقديم مباشرة وكنقلبو فيه وكيكون عندي هكا الفلو واجد، وكندوز باش نزينو مباشرة. كنحتاج الكريمة كنطلعها هكا بالضراب الكهربائي حتى كطلع مزيان. هنا درت انا هولالا، ممكن ديرو حتى لا كريم شونتي العادي طربوه بالحليب. صافي كناخدو كنديرو هكا في جيب الحلواني، وكناخد هكا الفلون كندير عليه من الفوق وريضات بالكريمه، كنبقى مستمره على الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنكمل الدوره كامله ديال الفلون. بالنسبه لنا الزينه كيبقى اختياري، ممكن تقدمو غير هكا راه كيجي زوين بلا تزيين، ممكن تزينوه بمكسرات ولا صوص شوكولا من الفوق، ممكن يبقى لكم نتوما الاختيار. وكندير فوق هذا الوريضات ديال الكريمه شويه ديال الفيوتين في كل وريضه حتى كنكمل الدوره كامله ديال الفلو. ومن بعد ما كملت ليه تزيين دخلته الثلاجه كيزيد يبرد ويتماسك مزيان حتى الغد ليه، عاد درت حضرت الفواكه اللي غادي نشاركهم معكم دابا. بالنسبه للديسي هنايا عندي فواكه هي مشكله، ممكن نتوما ديروا اي حاجه عندكم، عندي هنايا التفاح البنان الليمون الكيوي والفريز، عندي هنايا الاناناس. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نقدم هذا الديسير، هذا اول حاجه انا خديت الحبه ديال الاناناس، ناخذو كنحاول هكا من بعد ما غسلته ونشفته مزيان كنحيد ليه هاد الوريقات اللي كيكونوا عنده من التحت. من بعد كنحاول كنقسم الاناناس على جوج ديال الانصاف، يعني جوج ديال الاجزاء، يعني باللب بالقشره بدوك الوريقات الخضري اللي عنده من الفوق، يعني كلشي غنقسمو على جوج. من بعد ما قسمت هكا الاناناس على جوج بالتساوي كناخذ هذا النصف الاول حتى هو غادي نقسمه هكا على جوج، وغادي نقسم معاه حتى هذه الوريقه الخضراء ديالو باش يجي يعطيني هكا واحد المنظر اللي هو زوين. يعني فاش تبغوا تقسموه حاولوا تقسموا داكشي يكون قد ما يكونش جهه كبر من جهه باش يجي في الديكور ديالو زوين. من بعد ما قسمته هكا على جوج النصف الاخر غادي نقسمه حتى هو على جوج، وكناخذ طرف ديال الاناناس كنحيد له هذا الرويس اللي كيكون من التحت، وكذلك كنحيد هذا القلب اللي كيكون قاصح كيكون عاصي شويه في الماكله ديالو، يعني ضروري انكم تحيدوه ما تخليهمش. وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه لقطع ثلاثه ديال الاناناس اللي بقاو ليا. من بعد كناخذ الطرف ديال الاناناس كندوز عليه الموس من التحت، يعني كنحيد اللوب كامل وكنخلي القشره، يعني كترجع عندي اللوب مفصول على القشره ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما فصلتهم بجوج كناخذ مره اخرى الموس وكنقطع اللوب هكا طريفات اللي كتكون متساويه كيف ما كتشوفوا معايا الفيديو، راه موضح الطريقه. من بعد ما قطعته باش يعطي هكا الاناناس المنظر اللي هو زوين في التقديم ديالو، كناخذ هكا القطع ديال الاناناس طرف كنديرو على اليمين وطرف كنجرو على اليسار، طرف على اليمين طرف على اليسار حتى كنكمل القطع كامله اللي عندي في الاناناس، وكيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نستمر بنفس الطريقه القطع بثلاثه هما نقطعهم وندير لهم هذا التزيين كيف ما شاركتو معاكم. وفي الاخير من بعد ما كنقطعو طريفات هكا كناخذ هنا لي كيغدو، ممكن تاخذوا هاد العاديين ولا تاخذوا دوك اللي كيكونوا مزيانين بلي موتيف من الفوق، كندير في كل قطعه هكا كيغدو باش اللي بغى ياخذو كيجي هكا ساهل ياخذ طريف اللي بغى، وكنستمر بنفس الطريقه حتى راني نكملهم كاملين. وكنتقل للكيوي، بالنسبه للكيوي كناخذ الموس كندير هكا هاد الخطوط بحال هاد الشكل بحال شكل مثلث في الوسط ديال الكيوي، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الدوره كامله ديال الكيوي. نتمنى تكون الطريقه مفهومه، راه سهله. من بعد ما كملت الدوره كامله كنحاول كنفصلهم على بعضياتهم وكيعطيني هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، شكلي هو مزين. باش غادي نثبتها مزيان توقف فوق الطبسيل كنحيد هذا التحت ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، وكيجي على هذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه الكيوي كامل اللي عندي. وبالنسبه للبنات هنا الفواكه، يعني غتخدموا بالفواكه اللي متوفره عندكم والفواكه اللي كتبغيو تاكلوها خدموا بها، وما نعطيتكم انا غير افكار والاذواق كتختلف.
صافي كنبقى مستمره للكيوي كامل حتى هو بنفس الطريقه. غادي نقسمو هكا بالموس على شكل مثلث حتى نكملهم كاملين. صافي هنايا دزت للتقديم، خديت هنايا بلاطو هكا اللي على شكل مستطيل، درت فيه هذا الكاس هذا من الوسط اللي غادي يهز ليا الفلون كراميل. بلا ما ندير بالتوصيل ديال بورت بيس غادي يشد ليا مساحه ليا كبيره. وكناخذ هنايا الطريفات ديال الاناناس اللي شاركت معكم كنديرهم هنايا في الجوانب ديال البلاطو. من بعد الاناناس كناخذ هنايا التفاح، صافي حتى هو كندورو هكا على الجوانب ديال الاناناس. من بعد ما قدي التفاح كناخذ هنا الليمون يعني المندرين، صافي كندورو حتى هو هكا ما بين الاناناس باش كل واحد كيلقى الحاجه اللي بغاها قدامه. صافي من بعد ما درت الليمون كناخذ الكيوي اللي حضرته معكم بهذا الشكل، حتى هو كندورو هكا في الجناب اللي بقاو خاويين كنحطو هكا باش يبقى باين. الصراحة بالنسبة لدي ما كنتش دايرها في بالي هكا بروغراميتو ولا شي حاجة، يعني انا كنحط في الطبسيل او في البلاطو وانا كنشوف كيفاش غادي نقدم هاد الديسير. من بعد ما حطيت الكيوي خديت هنايا البنان، غادي نديرو هكا غندورو غير من الفوق، ما غاديش نحطو واقف لان غادي نحط الطبسيل ديال الفلون من الفوق، هذا علاش درت له هاد الزين بحال هاد الشكل، ولكن غادي يكون باين من بعد ما نحط عليه الطبسيل ديال الفلون. واخر حاجه بالنسبه للفريز، من بعد ما غسلته حتى هو ونشفته حيت هذوك الوريقات الخضرين ديالو كنديرو هنايا في الكيغدون وكندورو يا اما في ليمون يا اما في التفاح، كندورو هكا على البلاطو. وهذا هو الشكل النهائي للديسير اللي كنت حضرت في مائده الغداء. اتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، حاولت انني نشارك معكم جميع المراحل لا بالنسبه للديسير او الفواكه كيفاش تقدموهم في البلاطو، كذلك بالنسبه الفلون كراميل هذا هو الشكل ديالو عن قرب، اتمنى تجربوه ويعجبكم. صراحه جا معلك، جا غزال وجا بنين. هذاك اللوز عطاه واحد التعليك كامل الداخل، كذلك الكريمه عطاته واحد القوام اللي هو زوين بزاف. اتمنى الفلون ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وهكا غادي نكمل معكم هذا الفيديو الى فيديو ما جي ان شاء الله. مع السلامه، خليت لكم الراحه.